أحد العادات السيئة اللي لو الإنسان مهتمش إنه يستأصلها من سلوكه بتستفحل وتوصل بيه لمرض بيؤثر جدا على إنسانيته وصورته عند أقرب الناس إليه ودوره في المجتمع، بل ودوره في الحياة اللي ربنا يسأله عنه. العادة دي اسمها الاعتمادية، وأنا مالي، حد غيري هيعمل الحاجة اللي المفروض أنا أعملها. حالة من الإهمال والتراخي والتكاسل بتبدأ من طلوعك من البنطلون وسايبانه على الأرض. حد هيشيل ورايا أمي ولا الست اللي بتساعد في البيت ظهره ما يتقطم، بس وأنا مالي. مرورا بالكرسي اللي بعد ما أقوم حد هيبقى يرجعه، وصولا لكوباية الزبادي اللي مرمية بالمعلقة في الحوض، رغم أنك ممكن تحط الكوباية في الباسكت والمعلقة في الحوض، لكن وأنا مالي حد هيبقى يشيلها. ويكبر ويشرب الحاجة الساعة ووسائل العربية ورميها في الشارع، ما في حد هيبقى يشيل ويكنس. يمشي من الشغل ويسيب النور والتكييف والع، ما هو العامل هيعدي ورايا يبقى يطفي. يروح الامتحان مش مذاكر غيره هيحفظ، هبقى غش منه وانا مالي، وانا مالي بمستقبلي. يحضر الاجتماع وهو مش محضر، وغيري هيحضر ويطلع بالفكره اللي فيها حل مشكله الشركه اللي عليها الاجتماع دعينا لي. ثم يتجوز او تتجوز ويستفحل المرض، مرض وانا مالي الاعتماديه، يستفحل امام مسؤوليات الحياه. فالراجل قاعد على القهوة لأن الست دايرة بالعيال في التمارين وعند الدكتور، أو هي سايباهم مع الدادة وتسأل عليهم سؤال بارد كده، لغاية ما نوصل لحال بني إسرائيل اللي سيدنا موسى قال لهم تعالوا علشان نحارب نسترد أرضنا، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، اللي هو لما تبقوا تستردوا أرضنا اندهونا. قمة وأنا مالي الاعتمادية. عشان ما نوصلش لكده اللي ذكر في القرآن ده، رقم واحد افطم نفسك، بايع نفسك وبايع رسول الله كما بايعه المسلمين زمان، ان انا هشيل كل حاجة تنسب الي. سيدنا عوف بن مالك بيقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعون رسول الله؟ قلنا يا رسول الله قد بايعناك. فقالها ثلاثا، ألا تبايعون رسول الله واحنا نقول له قد بايعناك؟ ففي التالتة قالوا له على ما نبايعك يا رسول الله؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس، ثم ذكر بعض الأشياء، ثم قال في الخاتمة ولا تسألوا الناس شيئا. يعني لا تسألوا الناس أشياء أنتم مسؤولين عنها تعرفوا تعملوها، ما تنميش على غيرك حاجة أنت مسؤول عنها. قال عوف فلقد رأيت بعض الناس يسقط الصوت، الكرباج بتاعه اللي بيضرب بيه الخيل وهو ماشي يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحد أن يناوله، ينزل ياخده. تنفيذا لوصية رسول الله اعتمد على نفسك، استجيب لقول رب العالمين، افطم نفسك عن الاعتمادية واسمع ربنا وهو بيقول لك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. كل ما ينسب إليك بكاف الخطاب أنت مسؤول عنه، لبسك، نور مكتبك، قطك، بيتك، عيالك، مراتك، مخلفات أكلك وشربك، مستقبلك أنت مسؤول عنه. حتى لا تذهب إلى الله خفيف الميزان لأنك كنت في الدنيا قليل الإحسان. وخلي قول الإمام الشافعي حكمة تعيش بها في حياتك، يقول ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. شوف الكلام، ما حك جلدك مثل ظفرك، أنت المسؤول عن نفسك، فتولى أنت جميع أمرك. الاعتمادية عادة مؤذية بتربي إنسان خفيف الميزان يوم القيامة إذا سئل عن المسؤوليات اللي ربنا كلفه بها. فاللهم أعنا على أنفسنا، واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا يا مولانا بفضلك عمن سواك.